السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عادل من شركة آسيا للسفر في أبو ظبي. في الفيديو هنتكلم عن إزاي تقدر تعمل حجز على سيستم جاليليو للمبتدئين. مبدئيا احنا بنستخدم سيستم جاليليو اللي هو السمارت بوينت، ده الأحدث والأسهل. القديم ديسكتوب ده اتلغى، يعني أو 10% بس ممكن اللي بيستخدموه دلوقتي أو أقل من كده. فبداية عشان نقدر نعمل حجز، 5 حاجات بنعملهم وهم كلمة print عشان ما تنساهمش، ال PD اللي هي الفون، ال R اللي هي receive، ال I itinerary، ال N اللي هي name، ال T اللي هي ticketing. هنبدأ بال itinerary. ال itinerary اللي هو مسار رحلة من وإلى على طيران ايه. فبنشيك على availability اللي هي ال enter بتاعتها ايه من availability، والتاريخ 1 مثلا سبتمبر أبو ظبي القاهرة على مصر الطيران، دي ال enter بتاعتها. دي الرحلة من أبو ظبي للقاهرة، الإقلاع الساعة 1:50 الوصول 2:25 على مصر الطيران، رقم الرحلة، الكلاسز اللي عندنا بتبدأ بالبيزنس أو الفيرست كلاس لو موجودة، ومن اليانك كلاس لتحت دي الإيكونومي، فغالبا بنختار آخر حاجة اللي هي أرخص حاجة. فآخر حاجة دي اللي هي الشوجر كلاس. لو عايزين سيت واحد بس بندوس كليكة، بس خلينا نختار مقعدين. فالإنتر بتاعتها بنعمل إن تو شوجر وان، اللي هي نيد تو سيتس على الشوجر كلاس سيجمنت نمبر 1، عشان بس يبقى الموضوع سهل عليكم. دي تمام الايتنراري عندي. نختار، نفترض ان يبقى في عودة 1 اكتوبر من القاهرة لأبو ظبي على مصر الطيران. نفترض ان احنا نختار السيجمنت دي مثلا من القاهرة لأبو ظبي 10:45، بتوصل الساعة 4. العلامة دي معناها ان الميعاد ده بيوصل في اليوم اللي بعده، يعني لو بتطلع 1:10 فالوصول الساعة 4 صباحا ده بتاريخ 2:10 على مصر الطيران وهكذا. فنفترض مثلا احنا هنختار الواتر كلاس ده 2، فهنعمل need two seats على الواتر كلاس segment number 6. تمام. فمبدئيا عايزين نعرف هل ده الأرخص حاجة ولا لأ. عندنا الأيتينيراري اهي، فهل دي أرخص حاجة ولا لأ؟ فبنعمل entry FQBB، فبيقول لي غير السيجمنت رقم 2 خليها على الشوجر كلاس. فبعمل change to slash sugar وانتر. فهنا موجودة الايتينراري، وهنا السيجمنت HS اللي هي في سول اوكي، والمقعدين 2. فاحنا كده عملنا اول حاجة اللي هي الايتينراري. تمام. تاني حاجة بنعملها اللي احنا بندخل اسماء المسافرين. فالانتر بتاعتها n من names dot، وبندخل اسم الاخير او اسم العائلة سلاش الاسم الاول خالص للمسافر، والتايتل بتاعه اللي هو مستر، لو مثلا مدام بتبقى ميسز، لو انسه بتبقى ميز، فمستر انتر اوكي. تاني حاجه مثلا هيبقى معانا تشايلد الاسم الاخير بتاعه والاسم الاول مثلا، والماستر الانتر بتاعته التايتل، ديسبلاي بابا هايفن تشارلي، والعمر 5 سنين. تمام. ومعانا مثلا رضيع n.india/ الاي دي من infant، بعد كده بتدخل الاسم الاخير برضو سلاش الاسم الاول نفترض اللي هي ساره، والمس display، وندخل تاريخ الميلاد على طول نفترض 5 اوجست 2017 انتر. الستار اللي بتجيلي دي او الديسبلاي اللي بتجيلي دي معناها ان الامر ده اوكي، السيستم قبله، مفيش ايرور، مفيش اي مشكله. فاحنا كده دخلنا الاسماء. تمام. عندي كبير وعندي طفل وعندي رضيع. الكبير فوق 12 سنة، الطفل من سنتين ل 12 سنة، الرضيع تحت السنتين، والرضيع ملوش مقعد على الطيارة، بيقعد مع الأب أو الأم أو الأدلت يعني عامة. فتالت حاجة بنعملها وهي التليفون، بي من فون دوت اي يو اتش اللي هي أبو ظبي، تي ترافل ايجنسي ديسبلاي، وندخل رقم الترافل ايجنسي مثلا الأرضي، واسم الشركة مثلا ريف من ريفرنس أحمد، اسم الموظف سلاش باكس رقم المسافر مثلا وانتر اوكي. رابع حاجة بنعملها وهي التيكتنج، بنعمل تيكتنج للحجز للبوكينج نفسه عشان يبقى بوكينج. فبنعمل تي دوت تي ديسبلاي وانتر اوكي. خامس حاجة بنعملها اللي هي ريسيف، اللي هي ار دوت بي اللي هي ريسيف فروم، ريسيف فروم باسنجر، يعني المعلومات دي انا خدتها من المسافر نفسه، سواء الاسم سواء التاريخ ايا كان يعني، او ممكن ريسي ار دوت احمد او ار دوت اي، يعني العمليه عادي خالص يعني. انا بعملها ار دوت اي مثلا، اول حرف من اسمي انتر، بعد كده اي ار اند اند ريتريف، بعد كده اي ار اجنور اند ريتريف. كده البي ان ار اتعمل عندنا. عندنا هنا اول حاجه بيبقى الجاليليو ريفرنس نمبر، رقم الحجز بتاع الجاليليو.
عندنا هنا الأسماء، عندنا هنا السيجمنت، ذهاب 1 سبتمبر، أبو ظبي القاهرة، العودة 1 أكتوبر. تمام، نفترض إن أنا عايز أختار السيت على الطيارة للمسافرين، فبندوس، بنيجي هنا على الكلاس وبندوس كليك. طبعا في يعني احنا عندنا ما هنختار بس مقعدين على الطيارة لأن الرديع ملوش سيت زي ما ذكرت. تمام، وهنا مكتوب فري، وفي العودة مثلا نفترض هنختار المقعدين دول. الأحمر ده هو مقفول مثلا، الأزرق بس هو المتاح، فهنا مكتوب فري، يعني لو هو بيتشارج بيبقى مكتوب فيه تشارج هنا كام. تمام، أوكي. ونعمل ريسيف، أي حاجة بنعملها بنعمل بعدها ريسيف عشان تسيف. تمام، عندي هنا ال PDD اللي هي الفون، اللي هي رقم الشركة، اسم الشركة، الكلام ده. تمام، وعندي هنا الفيندر لوكيتور اللي هو رقم حجز الطيران نفسه الخاص بشركة الطيران نفسها مش بجاليليو. يعني عندنا هنا ده الخاص بجاليليو نفسه السيستم عندنا أو بينا احنا، وده شركة الطيران نفسه. يعني لو في أي مشكلة وبكلم شركة طيران بديها الرقم ده اللي هو البي ان ار بتاعهم، اللي هو جولييت تشارلي 5 جولييت يانكي واتر. تمام، وعندنا هنا الفيندر ريماركس، ده التايم ليميت بيديني الحجز بيتلغى امتى، فحضرتك لو ما اكدتش الحجز بيتلغى اوتوماتيك مثلا يوم 30 اوجست الساعه 10 صباحا. وعندي هنا المقعد اللي انا اخترته بارقام المقعد، واتش كي دي، واتش كي دي كونفيرم. تمام، طب هو في حاجه انا لسه ما سعرتش، يعني انا شيكت الاول ارخص حاجه بس السعر مش موجود عندي، الانتري بتاعت التسعير اف كيو سي ام اس وانتر، بيجيب لي السعر هنا 4140، الادلت 2070، التشايلد 1750، الانفنت 320. فبنعمل ريسيف، بيظهر لنا عندنا هنا في الفايل فير السعر بيبقى متسجل ادلت تشايلد انفنت. تمام كده، تمام احنا عملنا الحجز وكله تمام. نفترض ان الحجز ده احنا يعني مش شايفين اللي هو ارخص حاجة فعلا، عايزين نشيك بارخص حاجة خالص، هل ينفع نعمل كده؟ اه ينفع نعمل كده. طب مبدئيا احنا خدنا رقم المسافر هنا مثلا في ابو ظبي مثلا، بس المسافر مسافر القاهرة وهيرجع يعني، فاحنا ممكن ناخد الاحسن ناخد رقمه في القاهرة. تمام، يبقى احسن وده الصح. بنعمل بي دوت سي اي اي كايرو، وام دي من موبايل، وديسبلاي، وبندخل رقم مثلا موبايله في القاهرة مثلا، وريسيف. كده احنا عندنا في الحاجز رقم مسافر هنا ورقم مسافر في القاهرة، يعني ان كيس لو في اي ديلي في الرحلة، لو في اي حاجة بيبقى في تواصل يعني معاه. تمام، نفترض ان احنا مش عايزين الحجز ده خلاص يعني، وعايزين نشيك على حاجة تاني بس بنفس التواريخ، بنكنسل الحجز خالص اللي هو اكس اي، اللي هو كنسل ايتينراري، وانتر، وبنعمل ريسيف اي ار اند 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 ريتريف، واي ار تاني. تمام كده احنا كنسلنا الحجز. تمام، كنسلنا الحجز بس احنا لسه موجودين فيه، بس هو كنسل اوريدي، ما فيش ايتينراري هنا خلاص. تمام، بنعمل اي وانتر اجنور، الغي الكلام القديم ده كله. نفترض ان احنا بقى عايزين نشيك على ارخص حاجه خالص في التواريخ دي، بس احنا مش عايزين طيران معين، احنا عايزين ارخص حاجه حتى لو ترانزيت. الانتر بتاعتها اف اس اللي هي فير شوبينج، ومن ابو ظبي مثلا، تاريخ 1 سبتمبر على القاهره، والعودة 1 أكتوبر على أبو ظبي. دي الانتري ذهاب وعودة، بيجيب لي أرخص حاجة خالص حتى لو ترانزيت. نعمل انتر، بيجي لي مثلا أرخص حاجة هنا خالص، جايب لي الرويال جوردانيان، الطيارة الملكية مثلا، من أبو ظبي لعمان، عمان للقاهرة، أبو ظبي الإقلاع 5 العصر، الوصول عمان الساعة 7 مساء، وبتطلع من عمان الساعة 8 صباحا تاني يوم، بتوصل 8:30 صباحا القاهرة بتوقيت القاهرة. يعني ترانزيت كده حوالي داخل في 12 ساعة مثلا، من 7 صباحا من 7 مساء لتمانية مساء. في حالة ان الترانزيت بيكون اكتر من 8 ساعات، حضرتك بتصل بالطيران، بتأكد بيحتاج ترانزيت فيزا ولا لا، ايا كان يعني، يعني الترانزيت المفروض مش مسموح اكتر من 8 ساعات. وعندنا مثلا تاني حاجة دي 1040، عندنا تاني اوبشن مثلا هنا، ده طيران الامارات من ابو ظبي لدبي ومن دبي للقاهره، بس ده مش طيران من ابو ظبي لدبي، ده باص مكتوب حتى هنا باص. ودي تاني حاجه الرحله. تمام، فاحنا هنختار مثلا اي حاجه، نفترض ان احنا مثلا هنختار الملكيه مثلا، بس بتدوس كليك كده، الايتنراري جات لك، ديسبلاي ار اللي هي ريتريف، الايتنراري جات لك هنا. لو عايز بقى تكمل مثلا تدخل اسم، احنا كده مثلا مختارين سيت واحد بس، يعني لو انا افترض ان احنا هناخد مقعد لواحد بس، فبندخل اسم وبكمل وهكذا. تمام، يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه مني.
واللي عنده اي استفسار اي تعليق يكتب تحت في الكومنتس، وانا تحت امركم في اي حاجة، اللي عايز اللي عنده اي سؤال اي حاجة. ويا ريت الفيديوهات الجاية هيبقى في شرح على برنامج اميديوس، هيبقى في شرح على برنامج حجز الفنادق، هيبقى في حاجات ادفانسد على جاليليو، ازاي تأكد، ازاي تعمل ريشو، تعمل ريفاند. ويا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.